لمحاربة المفاهيم والأفكار المغلوطة النمطية عن معايير الجمال، استعلت منصة عرض الأزياء عارضات من الجميلات المتحديات للإعاقة والمصابات بالسرطان، وهن يتبخترن على ممشى لعرض الأزياء في العاصمة التونسية. في هذا العرض غير المعتاد شاركت 12 امرأة وفتاة، بينهن محاربات للسرطان وفاقدات لأطراف ومصابات بالبهاق أو بآثار حروق ظاهرة. وهذا العرض هو النسخة الثانية من مبادرة أنتي جميلة، وهو عرض أزياء ينظمه نادي روتراكت تانيت قرطاج. دونك راك محليك هو إيفينمون للبنيات اللي مرضى بالكانسير واللي عندهم ان هانديكاب ولا اي طفله تحس روحها ديفيرونت الوغ كو هي ماهيش ديفيرونت. دونك سي ان ديفيلي دو مود، نجيبو فيه دي ستيليست دي ماكياج بروفيسيونيل، يماكيجو البنيات هذوما ويلبسوهم، وبيان سور بعد يخرجوا على التابي روج وبحضور عائلاتهم والعبيد اللي يحبوهم. وعلى خلفية تصور قصر سيدي بوسعيد، ترتدي العارضات تصميمات زاخرة بالألوان وباللمسات العصرية الرائجة، وتعرضها على الحضور بابتهاج وفخر. العرض أثبت كم تتمتع النسوة المشاركات بالجمال من الداخل والخارج أيضاً، وعمل على محاربة الصورة النمطية عن الجمال المنتشرة حالياً في الواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حضرنا اليوم النسخة الثانية من راك محلاك، وهو عمل نظمه نادي روتراكت تانيت قرطاج للنساء والفتيات اللواتي يعانين من مرض أو إعاقة. شاركنا في عرض أزياء اليوم وأثبتنا أنهن جميلات رغم كل شيء. الهدف من هذا العمل هو أن نظهر لهؤلاء النساء والفتيات أنهن جميلات من الداخل والخارج. وماذا يمكن أن نفعله جميعاً؟ معايير الجمال غير الواقعية السائدة في المجتمع تؤثر على النساء من كافة الأعمار بشكل سلبي، وتدفعهن لعدم تقبلهن لأنفسهن وعدم الرضا عن أجسادهن، وهو ما حاول العرض تسليط الضوء عليه في خطوة لعلاج هذه الظاهرة.